مشاهدينا، وعن زيارة الرئيس التركي لطهران لحضور القمة الثلاثية مع قادة إيران وروسيا، ومواقف المجتمعين من العملية العسكرية التركية في الشمال السوري ضد الميليشيات الإرهابية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو. نرحب بكم سيد يوسف. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. حياكم الله. قمة اليوم في طهران بين المضيف الإيراني ونظيريه التركي والروسي سماها أردوغان استثنائية، وهو ما وافقه عليه كلا الرئيسين. ما الذي يجعل الرؤساء الثلاثة يتفقون على استثنائية هذه القمة برأيك؟ طبعا بكل تأكيد لابد أن نقول هذه القمة تحمل أهمية قصوى، حيث أنها تأتي في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. نعم. بعد انسحاب أمريكا من كل من العراق وأفغانستان، وأيضا تطورات الحرب القائمة الروسية الأوكرانية، وأيضا في ظل الحديث عن عملية عسكرية مرتقبة لتركيا في الشمال السوري. الملف السوري ألقى بظلاله بقوة على اللقاءات اليوم في هذه القمة، وكان حديث الرئيس أردوغان واضح المعالم عندما أكد بضرورة محاربة الإرهاب وكل من والأماكن التي هي بؤر للإرهاب والمناطق التي هي فيها PYD YPG قسد وغيرها. وبالتالي الهدف من هذه الزيارة هو ضمن الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية، وأيضا تفاهمات مع الأطراف المعنية كل من روسيا وإيران للأمن القومي التركي. تركيا لديها مخاوف محقة في ذلك بسبب الحدود المشتركة والتهديدات لأمنها القومي، وكان هنالك تفاهمات مع كل من روسيا. إيران ربما تصريحاتها لم ترتقي إلى المستوى المأمول أو المعهود، ولكن هنالك سياسة غض الطرف من قبل إيران من خلال العلاقات الثنائية وتوقيع الاتفاقيات البينية بين كل من تركيا وإيران. طيب، هل نستطيع القول بأن الرئيس التركي أردوغان قال أنه على الدول الثلاث مراجعة مخرجات أستانا؟ هل يرى الرئيس التركي أن ما رتبته أستانا كان مخيبا لأمال تركيا، ولا سيما فيما يتعلق بأمنها القومي بالتحديد؟ يا سيدي، أستانا كغيرها من الاتفاقيات أو المؤتمرات الدولية لم تسمن ولم تغني من جوع، ولم يكن هنالك لها أي نتائج ملموسة على الأرض، ولم يتغير شيء على الأقل بالنسبة إلى تركيا وأيضا بالنسبة للشعب السوري. وبالتالي إحياء مسار أستانا ربما هو أمر لا بأس به ومطلب سياسي ودبلوماسي للدول الثلاث مجتمعة، ولكن لا يمكن أن نتكلم عن أمن واستقرار في ظل وجود تنظيمات وميليشيات مسلحة تعتبرها تركيا أنها إرهابية. وتركيا انتظرت منذ عام 2019 بناء على الاتفاقيات الموقعة مع كل من روسيا وأمريكا الدولتان الفاعلتان على في الشمال السوري لتنظيف الحدود على مسافة 35 كيلومتر، ولكن مع الأسف كلا الدولتين لم تفي بوعودهما ولم يتم تنظيف هذه المنطقة. وبالتالي كان لابد على تركيا أن تقطع حبل سرتها بيدها، وأتوقع أن هذه الزيارة هي زيارة على الأقل لإعطاء الضوء الأخير أو المهلة الأخيرة قبل انطلاق العملية العسكرية التي أصبحت على الأبواب. إذن هل ترى أن الرئيس التركي في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع مضيفه الإيراني، هل ترى أن يعني كلمة الرئيس التركي بقوله أن الجماعات الإرهابية التي سماها خطر على تركيا وإيران على حد سواء، هل يمكن أن تكون إيران جادة في التعاون مع تركيا في مكافحة هذه الجماعات؟ يا سيدي، تركيا لا تعول كثيرا لا على الدور الإيراني ولا على الدور الروسي. فقط تركيا تريد من أن تسحب الميليشيات الشيعية المتواجدة. ربما ما سيميز هذه العملية الخامسة العسكرية التركية أن هنالك تواجد ميليشيات شيعية موجودة في كل من منبج وترفعت، وبالتالي تركيا لا تريد أن يكون هنالك اصطدام بينها وبين هذه الميليشيات. هذا أولا. ثانيا، إيران عليها أن تلتزم على الأقل الحياد إذا لم تكن داعمة أو متفاهمة لما يسمى التهديدات للأمن القومي التركي، وهذا ربما يعتبر نصر للدبلوماسية التركية، وهذا ما تأمله تركيا. ولكن لا أتوقع أن يكون هنالك دعم من قبل إيران للعملية العسكرية التركية. في هذا الإطار، كيف يمكن فهم المواقف أو الموقف الأمريكي من العملية العسكرية التركية المزمع البدء بها في الشمال السوري، والذي يتوافق مع الموقف الإيراني الرافض لها؟ يا سيدي، الموقف الأمريكي هو مع الأسف موقف
ذو ازدواجية سئمناها، وهذا ديدا السياسة الخارجية تقول شيء وتفعل شيء آخر. اتفاقيات تم توقيعها بين كل من تركيا والطرف الأمريكي في عام 2019، وأيضا أمريكا لم تلتزم بما تم التوقيع عليه، وعدت بأن تسحب قوات الواي تي جي ولكنها ما تزال تسلح هذه القوات، وهنالك مخازن أسلحة، وأصبح كل من منبج وترفعت هي عبارة عن وكر وبؤرة أسلحة ومخازن أسلحة. لذلك تركيا لا تعول كثيرا، وتركيا تقول سنقطع حبل سرتنا بيدنا، علينا أن ندافع عن أمننا القومي ولا ننتظر من الآخرين أن يقدموا العون لنا. سنتين ونصف ونحن ننتظر ولكن لا تغيير، وحان أوان أن تكون هنالك يد على الأرض كما هي يد على الطاولة. الأمن القومي هو أولوية قصوى بالنسبة إلى تركيا. طيب سيد يوسف، إذا كان مرشد إيران قد أعلن رفضه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وأغلق بابا كان سيطرقه الرئيس أردوغان في قمة طهران، هل يمكن أن تمضي تركيا في قرارها من دون تنسيق؟ نعم، تركيا جادة يا سيدي فيما تقول، وإذا ما قالت فعلت، وإذا ما وعدت نفذت، وتركيا جادة، ولكن هي تقوم بالآن بما يمكن عمله دبلوماسيا وسياسيا مع الدول الفاعلة على الأرض، أقصد كل من إيران وروسيا. أما أمريكا فالدور الأمريكي هو الآن هنالك رضوخ، مكره أخاك لا بطل، بأن السياسة التركية والرئيس طيب أردوغان ماضي في عملية العسكرية، وبالتالي نجد أن أمريكا حذرت وتحذر قوات أسد بضرورة الانسحاب. أما كل من روسيا وإيران فهم الآن وضحت الرؤية بأن هنالك عملية عسكرية قادمة لا محالة. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو، شكرا جزيلا لك.